بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن مادة التغذية الرياضية لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر، نقدم اليوم الجزء الأول من الوحدة التاسعة والأخيرة، وهي بعنوان دايت بلانينج. في البداية وقبل كل بداية شابتر نتحدث عن الأهداف التعليمية Learning Objectives. في هذه الوحدة Define the word diet. Explain how energy intake and the nutrient density are fundamental to diet planning. Create a one-day diet plan for an athlete based on my pyramid. Translate sport nutrition recommendations to food choices. وهذه النقطة تعتبر مهمة جدا، وهي أن التوصيات التي حصلنا عليها من الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الفيتامينات والمعادن، كيف يمكن لنا أن نشكلها على شكل وجبة غذائية. Make a practical suggestion for food and fluid intake prior to, during and after exercise. أيضا تقديم التوصيات الغذائية النهائية قبل التمرين، خلال التمرين، وبعد التمرين مباشرة. من الأهداف التعليمية أيضا Discuss the safety and effectiveness of caffeine and alcohol. Outline the information included in the supplement facts label and discuss the role of supplementation in an athlete's diet. وهذه من النقاط التي تعتبر حساسة جدا وحرجة جدا، وهي موضوع المنشطات والمكملات الغذائية التي يتم تناولها من خلال اللاعبين الرياضيين. Introduction to diet planning. A diet is a pattern of eating. Athletes should match dietary intake to training. Both energy by calories and the nutrients intake are important. إذا من النقطة المهمة قبل أن نبدأ في تخطيط الوجبة هو أن نعلم أن الوجبة تتكون من energy content وأيضا من micronutrients. إذا يجب أن تتجانس بقيمة الطاقة مع محتويات الميكرونيوترينز، الفيتامينات والمعادن. It's relatively simple to obtain needed nutrients with the increased calorie intake associated with regular moderate intensity exercise. In contrast, a person with sedentary lifestyle needs fewer calories and should choose more nutrient dense food. إذا بالنسبة للأفراد الرياضيين هنالك نقطة مهمة جدا، وهو أنه إذا كان لديه احتياجات كثيرة من الميكرونيوترينز من الفيتامينات والمعادن وهو رياضي يمارس رياضة بشكل مستمر، فإن رفع كمية الطاقة ورفع محتويات الإنيرجي بشكل خاص هذا يساهم بالحصول على الاحتياجات الغذائية الخاصة في الفيتامينات والمعادن. أما إذا كان هنالك لا يوجد نشاط رياضي أو sedentary lifestyle وهي عدم ممارسة أي أنشطة رياضية بصفة منتظمة، فهذا يحتاج إلى اختيار أغذية فقيرة في الطاقة ولكنها غنية من حيث المحتوى الغذائي مثل الفيتامينات والمعادن. Energy, the basis of diet planning framework. الأساس الذي يتم البناء عليه في تشكيل الوجبة الغذائية هو قيمة الطاقة التي سوف يحصل عليها هذا الرياضي. Humans are designed to be biologically active. Active individuals need more calories. Higher calorie diets make it easier to obtain needed nutrients. Calorie needs for athletes can range considerably. إذن الرياضي بشكل عام يحتاج إلى كمية من الطاقة أكثر من الشخص الذي لا يمارس الرياضة، وحصوله على مكونات الفيتامينات والمعادن والنيوترينز وبأهمها أيضا البروتين يمكن أن يحصل عليها من خلال رفع كمية الطاقة. هنا يصبح كل المكونات الأخرى قابلة للتعديل فقط إذا نظم الاحتياج للطاقة. Energy needs will vary with training cycle. Usually lowest in the offset season, high volume of training period can substantially increase needs. Daily intake of no less than 13 kilocalories لكل كيلوغرام is not typically recommended. إذا يجب أن يحصل على نسبة ملائمة لحجم الرياضة التي يمارسها هذا الشخص، بحيث أنه إذا كان هنالك تمرين أقل شيء يجب أن يحصل عليه هو 30 كيلو كالوري لكل كيلوغرام، هذا لأن احتياجاته للطاقة تعتبر مهمة
جدا في أداء هذه الأنشطة، وتعتبر أيضا مهمة جدا للوصول إلى الاحتياجات الملائمة من النيوتريان دينس فود. Estimating daily energy needs غالبا يعني الاحتياجات الغذائية من حيث الطاقة، يمكن أن نفرق بينها من ناحية حجم أو مستوى الطاقة الذي يبذل أو مستوى النشاط الرياضي الذي يبذل بشكل مستمر، في حين أن لدينا الطاقة تحسب كيلو كالوري لكل كيلو جرام ديلي بالنسبة للميل أو للفيميل، فالفروقات تعتبر بسيطة جدا فيما بينهم نظرا فقط لمحتوى المسلز الموجودة لدى الميل ومستوى الفاتس التي تعتبر أكثر، ولكن حتى لو كان لدى الفيميل نسبة كبيرة من المسلز فهي أيضا ليست بالحجم الذي يصل إليه الميل. في البداية لدينا sedentary little physical activity، يؤدي بعض الأنشطة الرياضية لكنه sedentary physical activity during an acute recovery from injury phase، تقريبا بيحتاج 30 إلى 31، يعني بالمختصر يحتاج إلى 30 كيلو كالوري لكل كيلو جرام ديلي، هذا الاحتياج من الطاقة. moderate intensity exercise، يمارس الرياضة من 3 إلى 5 أيام أسبوعيا. low intensity and short duration training، مثل هذه الألعاب تعتبر recreational tennis، مثل الألعاب practicing baseball, softball، ألعاب بسيطة جدا ممكن تكون ألعاب جماعية أو ألعاب فردية لكن يبذل بها الطاقة بشكل بسيط جدا، الاحتياج بها يكون ما بين 35 كيلو كالوريز إلى 38 كيلو كالوريز. training several hours daily، بمعدل أكثر ارتفاعا من المودريت، حوالي 5 أيام أسبوعيا، مثل السباحة بشكل يومي أو العدو بشكل يومي، هنا يحتاج إلى 37 إلى 41، طبعا 37 بالنسبة للفيميل 41 بالنسبة للميل، هنا بدأت الفروقات تزيد أكثر بناء على المسل كونتنت. rigorous training and on a near daily basis، واحد بيعمل ألعاب أو ممارسة رياضة تعتبر يعني من فيها تحمل وفيها قدرة وفيها قوة كبيرة جدا وبشكل يومي، يحتاج إلى كمية أكثر من الإنيرجي، عند الفيميل تصل حوالي إلى 40 كيلو كالوريز لكل كيلو جرام، لكن لدى الميل تصل إلى 45 كيلو كالوري. Extremely rigorous training، ألعاب رياضية تعتبر قاسية جدا، مثل التريالثون، مثل الرننج يوميا ل 15 ميل تقريبا، هو يحتاج ما بين 41 بالنسبة للفيميل وفي بعض الأحيان يصل إلى 50 حسب طبيعة وجهد الجهد المبذول في هذه الرياضة، في حين أن الميل يصل به من 50 إلى 60 كيلو كالوري لكل كيلو جرام. هذه هي الفروقات الموجودة بالنسبة لاحتياجات الجسم من الطاقة، هنا لدى السيدنتري، لدى المودريت، الترينينج، several hours daily والريجورس، في كل مرة يبدأ احتياج الطاقة بالازدياد، هنا نجد أن لدينا كان الفرق 30 أصبحنا إلى 60، أصبحت كمية الطاقة التي يحتاجها الشخص الذي يمارس الرياضة ورياضة قوية بشكل يومي تماثل مرتين احتياج الشخص بنفس العمر وبنفس الوزن وبنفس الجنس إذا كان sedentary. The training schedules and estimated energy expenditure of a female collegiate rower. الآن تحدثنا بالفترات السابقة أن لدينا periodization في المستوى التمرين وأن كل مرحلة من هذه المراحل لديها احتياجات غذائية مختلفة. هنا في هذه المرحلة، مرحلة البريباريشن، وفي عنا جنرال ترينينج وسبيسيفيك ترينينج. في الجنرال ترينينج كان لدينا تدريب خفيف وهي مرحلة تدريبية بسيطة يحتاج بها الجسم حوالي 40 كيلو كالوريز، في حين أن لدينا سبيسيفيك ترينينج ارتفع الجهد أكثر وارتفعت القسوة أكثر في التمرين، فهنا كان الاحتياج أكثر إلى 44 كيلو كالوريز. في وقت الكومبيتيشن يصبح الأمور أكثر استتبابا لأن هناك وقت ومتسع لي وقت من الراحة في هذه الفترات قبل أن يسبق التمرين، فالاحتياج حوالي 40 كيلو كالوريز، لا يريد الإثقال على الجسم ولكن يريد إعطاء الجسم الاحتياجات الأساسية من ناحية الكالوريز. بعد انتهاء التمرين والتوقف عن التمرين نهائيا وأخذ راحة لفترة طويلة، الاحتياج هنا ينخفض إلى حوالي 33 كيلو كالوري لكل كيلو جرام يوميا.
Many athletes do not want to be in energy balance. Rather, they want to maintain an energy deficit in an effort to reduce body fat. In such cases, each athlete must establish an appropriate daily energy intake goals. This goal essentially becomes a maximum caloric intake for the day, and macronutrients need must fit within the fairly strict framework. إذن كثير من الرياضيين يريد أن يؤدي التمرين وبنفس الوقت يفقد الوزن. هنا التحدي يكون مزدوج. هنالك حاجة للجسم من ناحية الإنرجي وبنفس الوقت هو يريد أن ينقص الوزن فيريد أن يقلل الاحتياج أو الحصول اليومي على كمية من مكونات الطاقة. Athletes consume no less than 30 كيلو كالوريز لكل كيلوغرام because it's difficult to consume an adequate amount of nutrients, particularly carbohydrates, when energy intake is severely restricted. Conversely, some athletes want to gain weight primarily as muscle mass, but occasionally as body fat. In the case of weight gain, the athletes will need to establish higher than normal daily caloric goal. إذن حتى الرياضي الذي يريد أن يفقد كمية من الوزن الاحتياج لديه تقريبا 30 كيلو كالوري لكل كيلوغرام، وهذه تعتبر الحد الأقصى الذي يمكن أن يتنازل عنه. هذا أقصى حد يمكن أن يتنازل عنه هو الحصول على هذه النسبة، ومن ثم يرفع مستوى الجهد، فهنا يعادل كمية الطاقة المفقودة أو التي يريد أن يفقدها كوزن من ناحية الجسم. أما من ناحية أخرى، إذا كان الرياضي يريد ازدياد في الوزن وبالأخص الرياضيين الذين يريدون بناء نسبة كبيرة من العضلات، في هذه الحالة هنالك متسع مهم جدا هو أن يرفع مستوى الجهد أيضا، وأيضا يرفع مستوى الاحتياج للإنرجي. بهذه الحالة يبني عضلات، إلا دون ذلك فإنه قد يتعرض إلى زيادة في نسب الشحوم والدهون إذا أخذ كمية من الإنرجي مرتفعة ولم يبذل الجهد المقابل لهذا الاحتياج. Macronutrients critical elements in diet planning. العناصر الحرجة والأساسية في تخطيط الوجبة هي الماكرونيوترينز. غالبا الماكرونيوترينز تأتي ضمنيا إذا حصلنا على الاحتياجات الكاملة والصحيحة من الماكرونيوترينز، هنا توزع ضمنيا الفيتامينات والمعادن ضمنها. إلا إذا كان سيدنتري، بهذه الحالة هو يجب عليه أن يختار الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن وأن يقلل من الأغذية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الطاقة ونسب قليلة من الماكرونيوترينز. Once the energy goals has been established, the goals for macronutrients can be considered in the proper context and dietary prescription can be developed. Because athletes may need higher carbohydrates and protein intake than sedentary individual, these two macronutrients are considered first. إذا قبل أن نبدأ بعملية التخطيط، أهم عنصرين يمكن أن ننظر إليهم الكربوهيدرات والبروتين. البروتين لا شيء يعوضه في الجسم، هو أساسي، النظر فيه أساسي. والكربوهيدرات لأنه يعمل على سبيرينج بروتين، يعمل على توفير البروتين فقط لوظائف البروتين، ويستعمل الكربوهيدرات كمصدر للطاقة. The athlete does not want to compromise the intake of these important nutrients, so their energy content is accounted for early in the diet planning. Assume that 24 years old female athlete mentioned earlier needs approximately 6 grams of carbohydrate and 1.8 grams of protein per kilograms of body weight. إذن بدنا نعتبر إنه في عنا فيميل عمرها 24 سنة بحاجة إلى 6 جرام من الكربوهيدرات لكل كيلوغرام، وبحاجة إلى 1.2 جرام من البروتين لكل كيلوغرام. Based on this goal, حوالي 2500 كيلو كالوري this athletes want to consume daily. 1678 كالوريز should come from carbohydrates and protein. Because fat intake can be too low, a reasonable guidelines of fat intake of athletes
حوالي 1 جرام لكل كيلو جرام. طبعا بعض الرياضيين بيكونوا في حالة من الالتر انجورنس فيزيكال اكتيفيتي، في هذول بيحصلوا تقريبا على 2 جرام لكل كيلو جرام، لكن المعدل الطبيعي لكل الرياضيين تقريبا 1 جرام لكل كيلو جرام. الأهم أن يتم حساب نسبة البروتين والكربوهيدرات، وينظر فيما بعد فيما يتبقى إلى كمية الدهون. Note that after these needs have been met, the calorie content of diet in example is too low by 180 kilocalories to maintain energy balance. This 180 kilocalories difference represents what is sometimes termed discretionary calorie allowance. في كثير من الحسابات لاحتياجات الطاقة اليومية، هنا نجد أن مع حساب كمية الطاقة من الكربوهيدرات ومن الفات ومن البروتين، نجد أنه ما زال الحصول على الاحتياج الرسمي من التوتال انرجي انتيك حسب وزن الجسم وحسب مستوى النشاط الرياضي ما زال أقل. هنا يعطى لنا حاجة تسمى discretionary calorie allowance. هذا discretionary calories يمكن أن يتم استبداله بأغذية تعتبر غنية من ناحية الفيتامينات والمعادن، أو أنها تعتبر غنية من ناحية الطاقة أو من ناحية البروتين، تعطينا وفرة ومتسع للزيادة في نوع محدد من أنواع الطعام حسب تفضيل الرياضي. This term is used to indicate amounts of kilocalories needed to maintain energy balance after carbohydrate and the protein and fat recommendation have been met. إذا أنا وصلت للاحتياجات من الكربوهيدرات، وصلت للاحتياجات من البروتين، وأيضا وصلت للاحتياجات من الفات. بهذه الحالة ما زال لدي متسع، لم أصل به بعد إلى مرحلة التوازن. لذلك يعتبر مهم جدا أن يكون لدينا متسع من discretionary calorie allowance. أيضا in some cases these discretionary calorie allowance are consumed in the form of alcoholic beverages. In many cases small amounts of less nutrient dense carbohydrate and fat containing food such as soft drink sweets and desserts are chosen. إذا في كثير من الأحيان يمكن استهلاك أغذية غنية من ناحية الإنرجي وفقيرة من ناحية المحتوى الفيتامينات والمعادن، وذلك لاحتياج الرياضي إلى كمية أوفر من الإنرجي. Because caloric requirements are high during periods of hard training, athletes may find that these need small amounts of such food to maintain energy balance. كثير من الرياضات بحاجة إلى كمية وفيرة جدا من الطاقة، لذلك يعتبر هذا المتسع وهذا الفراغ الموجود في تخطيط الوجبة مهم جدا في تخطيط الوجبة، ومهم جدا أيضا في إضافة زيادة في محتوى الطاقة الغذائي. لعمر 24 years old female is in the example is the energy balance when she performs moderately intense exercise 5 times per week and consume 2500 كيلو كالوري. هذه اللعبة الرياضية في حالة moderate intense exercise بتلعب 5 مرات في الأسبوع، بتستهلك حوالي 2500 كيلو كالوري daily. No assume that she wishes to lose body weight. ما فيش اعتبارات انها ممكن تفقد الوزن او تخطيط لفقدان الوزن. To reduce body fat, a rule of thumb estimate is to reduce food intake and or increase energy expenditure. حتى تبدأ بفقدان الوزن يمكن النظر هنا إلى طريقتين. الطريقة الأولى إما أن نقلل التناول الطعام أو أن نزيد من الجهد الرياضي. الـ 500 كيلو كالوريز figure is used because it will likely produce 1 pound per week loss of body fat. A combination of food restriction and increased activity is often the best approach. إذا الدمج ما بين حالتين، تخفيض مستوى النشاط، تخفيض مستوى الطعام وزيادة مستوى النشاط، يعتبر الأمر الأفضل. For example, food that represent discretionary calories could be eliminated and fat intake could be slightly reduced. أيضا من ضمن الـ critical elements in diet planning especially specifically for macronutrients, strategies to increase energy expenditure. كيف هي
الطرق التي يمكن أن نساعد بها بزيادة حرق الطاقة include increasing the frequency, intensity and or the duration. إذا معدل التكرار للتمرين ممكن أن يصبح أكثر، حدة النشاط يمكن أن تصبح أكثر، ووقت النشاط ممكن أن يصبح أكثر. For exercise or including other activities into the daily lifestyle such as walking or cycling to and from work or schools, using the stairs instead of elevators or escalators. Together, these alterations to her usual food and activity patterns would result in weight loss, albeit to slow rates. إذن هذه الخطوات ممكن تساعد بتخفيض الوزن ولكن بمعدل منخفض. The advantages of a slow weight loss include less severe restriction of foods intake, consumption of sufficient carbohydrate to support physical activity and sufficient protein intake to protect against the loss of muscle protein. من النقاط المهمة جدا هنا والتي يجب التركيز عليها هو تناول البروتين. يجب أن يحصل على احتياجاته الكاملة من البروتين واحتياجاته الكاملة من الكربوهيدرات حتى لا يستهلك البروتين في صناعة الطاقة، إنما يؤدي وظائفه الخاصة في تكوين المناعة، في بناء العضلات والمحافظة على الكتلة العضلية الموجودة في الجسم. The naive athletes may think that it's best to severely reduce energy intake when reducing body fat. After all, larger restriction of energy would result in a faster weight loss. But athletes typically should not restrict food intake to a large degree because they will not be able to consume an adequate amount of carbohydrate to resynthesize muscle glycogen. إذا ممكن إنه الرياضي يعمل على فقد كمية هائلة جدا من الانيرجي من خلال أداء نشاط رياضي قوي، وأيضا يقلل من التناول الغذائي إلى 1000 كيلو كالوري. هذه الحالة قد تؤدي إلى إخفاض كمية الجليكوجين الموجودة داخل العضلات، وبالتالي عدم القدرة على أداء التمرين في مرات لاحقة. They may also find it difficult to maintain a very low fat diet. Food is fuel and enough must be provided daily to support training. في هذا الجدول يعطينا مثال عن احتياجات الطاقة لنفس الرياضية التي تحدثنا عنها، وهي بوزن 61 كيلوغرام تحتاج إلى 2500 كيلو كالوري، تحتاج من الكربوهيدرات حوالي 6 جرام لكل كيلوغرام، ومن البروتين 1.2 جرام لكل كيلوغرام. الاحتياجات بالنسبة للطاقة 2500 كيلو كالوري، بالنسبة الكربوهيدرات لوحدها هي بحاجة إلى 1472 كيلو كالوري بمعدل 55 إلى 60%. هنا الحساب على نسبة الوزن بحوالي 6 جرام لكل كيلو جرام، وبناء على احتياجات الوزن بالكيلو جرام وليس بناء على التوزيع الـ AMDR. بالنسبة للبروتين الاحتياج 1.2 جرام لكل كيلو جرام، إذن هي بحاجة إلى 296 كيلو جرام. نجمع البروتين والكربوهيدرات 1768 كيلو كالوريز. يتبقى من على حساب الفات 1 جرام لكل كيلو جرام، إذن هي بحاجة إلى 550 جرام من الفات. مجموع الكربوهيدرات والبروتين والفات يمثل لنا 2318 كيلو كالوري. هذا بالنسبة للاحتياجات بناء على مستوى النشاط الرياضي، ولكن كاحتياجات الطاقة هي ما زالت لم تصل إلى هذه النسبة. لديها 182 كيلو كالوري مهمين جدا يمكن أن تضيف بهم أي نوع من أنواع الغذاء المفضل، أو بناء على طبيعة النشاط الرياضي، أو بناء على احتياجات الجسم. لكن يبقى دائما إذا كان هناك فكرة بإنقاص الوزن يمكن عدم تناول هذه الكمية من الطاقة وهي 182 كيلو كالوري، وإذا كانت الرياضية تريد المحافظة على نفس الوزن فهنا يجب أن تضيفهم بأي نوع من الغذاء المفضل. هنا يبدو موظفات تصعد إلى الدرج، تعتبر صعود الدرج من أهم الوسائل التي تساعد في إنقاص الوزن. بالتأكيد بدلا من استعمال المصاعد يمكن أن يكون واحد من الرياضات البسيطة التي تساعد في مرونة ولياقة الجسم.
underweight athletes الرياضيين الذين لديهم نقص أساسا في الوزن وانخفاض في معدل ومؤشرات الوزن goal is usually a 500 kilocalories per day increase increasing portion size and eating often difficult for underweight athletes to increase weight individualized diet plan needed مهم جدا انهم يعملوا على زيادة 500 kilocalories يوميا حتى يساعدوا في اكتساب الوزن هذا بالمحافظة على مستوى النشاط الرياضي يحافظ على مستوى النشاط الرياضي ويعطي ويتناول كمية اكبر من الانيرجي في نهاية هذه المحاضرة Practical Tips of Increasing Energy Intake in Underweight Athletes الرياضيين الذين لديهم وزن أقل من الوزن الطبيعي هنالك بعض النصائح العملية التي تساعد في زيادة الوزن والحصول على كمية أكبر من الطاقة كمدخل للغذاء Eat more meals and snacks daily. Increase portion size of favorite food. Reduce intake of beverages that do not provide energy. And increase food high in heart healthy fat such as nuts, butters, olives, and avocados. هناك بعض أنواع الأغذية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون ولكن هي دهون صحية الإكثار منها يعتبر ملائم جدا بالنسبة للرياضي ولغير الرياضي ولكن بالنسبة للرياضي تعتبر مهمة كمصدر للطاقة وأيضا في بناء الجسم إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة شكرا لكم وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته